قم للمعلم تحت هذا الشعار جاء احتفال وزارة التربية والتعليم الذي أقيم اليوم في رام الله وغزة بمناسبة يوم المعلم العالمي الذي يصادف 5 من تشرين الأول من كل عام. هذا اليوم يوم للمعلم العالمي نحن نشارك فيه، لكن لنا يوم خاص فينا كشعب فلسطيني في 14/12 من كل عام. المعلم الفلسطيني يعاني باستمرار ومعاناة قوية وقاسية من الاحتلال الإسرائيلي الذي قسم هذا الوطن بالجدار بكل وسائل التقسيم، كل وسائل التي تؤدي في النهاية إلى خلل في التعليم. الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتصنيف المعلمين وإجازاتهم إحدى التحديات التي تعمل وزارة التربية والتعليم على تخطيها ضمن برنامج معلمون متميزون لتعليم النوعي. المعلم الفلسطيني يعني يواجه تحديات كبيرة في عملية تعليمه وفي عملية في حياته الاقتصادية إلى آخره، فالمعلم الفلسطيني متميز بصبره وثباته. الوزارة ماضية قدما في تنفيذ استراتيجية إعداد وتأهيل المعلمين، فها نحن اليوم نعلن أن برامج تأهيل معلمي الصفوف الأساسية الأربعة الأولى بدأت فعليا، وقريبا ستنطلق برامج خاصة بمعلمي الصفوف من 5 حتى 10. 4 أسس وضعتها الوزارة لرفع مستوى التعليم في فلسطين، من بينها تطوير المناهج والمعلمين ونظم التقويم التربوي بالإضافة لتطوير متابعة هذه النظم. أهم محاور العمل هو الاهتمام بالمهارات التي يمتلكها المعلم، وأيضا بموضوع ما يتوفر من موارد تربوية في هذا الاتجاه. يعني احنا نقع في منطقة متقدمة على مستوى الإقليم، يعني يمكن فلسطين تأتي في المرتبة الثالث عندما نتكلم على المنطقة العربية من ناحية الكم والكيف فيما يتعلق في التعليم. استراتيجيات وخطط وضعتها وزارة التربية والتعليم ستنطلق بها يوم الاثنين القادم لتحسين ظروف المعلم ورفع نوعية التعليم. من مدينة البيرة ميسم البرغوثي، تلفزيون وطن.